تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلية في وضع العراقيل المختلفة أمام المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة. فقد قلصت قوات الاحتلال اليوم عدد شاحنات الغذاء والوقود التي تدخل إلى القطاع، بالإضافة إلى تحديد وقت معين لدخول الشاحنات لا يتعدى 12 ظهرا. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المجهودات المصرية لإدخال مئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات من العريش وأمام بوابة رفح المصرية، في محاولة لتخفيف ويلات الحرب عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة معبر رفح المصرية، حيث تواصل قوات الاحتلال عرقلة دخول المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لكن هذا لا يمنع المجهودات المصرية المستمرة بدخول هذه المساعدات الإغاثية والتأكيد على أهمية دخول هذه المساعدات الإغاثية وأيضا المساعي المختلفة للوصول لوقف إطلاق النار. هذه المساعي والمجهودات المصرية لا تقتصر على إدخال المساعدات من بوابة معبر رفح المصرية فقط، ولكن أيضا تسلمها وأيضا وضعها وحملها على هذه الشاحنات ومجهودات كبيرة من الهلال الأحمر المصري في مدينتي العريش ورفح. لكن قوات الاحتلال جزء من أساليب عرقلة دخول هذه الشاحنات هو إما تعطيل دخول الشاحنات، تفتيشها لمدة طويلة، أو تقليل وتقليص عدد الشاحنات التي تدخل إلى الناحية الأخرى، أو في بعض الأحيان مثل هذه الأيام تقليص حتى الوقت المخصص لدخول هذه الشاحنات، حيث حددت اليوم أنه لن تدخل الشاحنات بعد الساعة 12 ظهرا. وقد دخل بالفعل يعني 30 شاحنة دخلوا إلى بوابة معبر كرم أبو سالم المتوجهة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، دخلوا إلى الناحية الأخرى، أفرغت ما يقرب من 8 شاحنات وربما لم تصل حتى إلى 10 شاحنات ما أفرغوا حملاتهم في الناحية الأخرى وعادوا أدراجهم إلى الأراضي المصرية، بالإضافة لأربع شاحنات الغاز تحديدا أفرغوا حملاتهم في الناحية الأخرى وعادوا إلى الأراضي المصرية. بالطبع هذه الأعداد التي تدخل ليست كافية على الإطلاق، فالاحتياج اليومي لقطاع غزة يتعدى 500 شاحنة في ظل ظروف التجويع والتي تنتهجها بالفعل قوات الاحتلال بحق الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذه هي الصورة من بوابة معبر رفح، سواء الخاصة بالمجهودات المصرية لدخول المساعدات أو الوضع الحالي في قطاع غزة فيما يتعلق بالاستهداف المستمر أيضا للمدنيين في قطاع غزة. هذه الصورة، والآن أعود إليكم مرة أخرى.